دابا اول حاجه خصنا نعرفوا سي كوا ان نور. هنايا ان نور نقراو التعريف ثاني عاوتاني. ايت ان دوكيمون دو ريفيرونس، ياك واحد دوكيمون دو ريفيرونس معروف سيغ ان سيجي دوني، بحال واحد الموضوع بحال ايزو 9001 سيغ لا كاليتي، الايزو 14001 سيغ لونفيرونمون، و ليزو 45001 سيغ لا سونتي لا سيكوريتي و لو ترافاي. Il indique l'état de la science, de la technologie et des savoir-faire au moment de la rédaction. Au moment de la rédaction. Des versions de la norme. La qualité, je nous connais. ISO 9001 version 2000. Nous avons ISO 9001 version 2008. و دابا اخر فيرسيون في العالم هي ايزو 9001 فيرسيون 2015. لكن باش نهضروا على اون نور خاصنا دو كونديسيون. شنو قلنا على لا نور؟ قلنا لا نور il vous indique quoi faire mais jamais comment faire، تتوريك شنو خاصك دير بالطريقه باش تبغي ديرو انت ليبر فيها كيما غنشوفوا في ليزيكزون. دونك قال لك باش نهضروا باش نقولوا واحد دوكيمون راه نور خاصنا دو كونديسيون. اول حاجه دوك لي مويه لي ميثود اللي كيتقالوا في ديك لي نورم خاصهم يتعاودوا، ما يكونوش كذوب. مثلا مشي طبقت هذاك الشيء اللي مثلا قالوا لي الا طبقتي هاد لا نورم بالحذائف ديولا غتوصل هاد لي ريزيلتا، انا طبقتها ما وصلتش لهذيك لي ريزيلتا صافي هما كذبوا عليا في هاد لا نورم وانا شاريها. دونك خاص لي زيكسيونس ديال لا نورم يكونوا غوبريديكتيبل، يعني ممكن يتعاودوا واخا لي كونديسيون ديفيرون، ما تكونش عندهم علاقه بالكليمه. وعندكم تكون واحد لا نورم انا شاريها هي عندها علاقه بالكليمه، مثلا في السويد تخدم ليا في المغرب ما تخدمش ليا. اي دوا افوار روسي لا ريكونيسونس دو توس، خاص يكون متعارف عليها. داكشي علاش قلنا كاينه الايزو مثلا هي الانترناشونال ستاندار اورجانيزيشن، يعني فيها بحال كتعطيك الموافقه العالميه، يعني العلماء ديال داك الدومين موافقين على ان ديك لا نورم تنتشر عبر العالم. Donc deux conditions de la norme à relever les hommes, ils doivent être reproductibles, et ils doivent avoir la reconnaissance de tous. Je vais vous dire mon analogie, mais comme la fréquence, moi ma pratique, je me disais à la fin de la séance, ou les entretiens qui sont ouverts. Comme je disais, c'est quoi une norme? La fréquence est peut-être de meilleure qualité pour un da. Voilà, comme je disais, c'est quoi une norme? Tu vas vous lire un document de référence, ça va être bien. C'est un document de référence sur un sujet donné. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte reproductible ou ça te coûte avoir la reconnaissance de tous? Ça te coûte capable de l'aider en respectant les conditions indiquées. Il est peut-être que les choses les atteignent la norme, ça ne nous amène pas de résultat. Ou ça te coûte متعارف عليه. Il doit avoir la reconnaissance de tous. باش نحصل على اون نورم شنو خاصني؟ اون بروسيدور دو نورماليزاسيون. قلنا باش نحصل على واحد لا نورم بحال واحد الوثيقة خاصني واحد البروسيسوس، واحد مجموعة ديال المراحل. بحال دابا بغيت نحصل على شي وثيقة إدارية مثلا، بغيت نحصل على مثلا واحد شهادة السكنة ولا حاجة، كيقولك سير جيب تصريح بالشراف، فوتوكوبي لاكارت اكسيتيرا. دونك هادي بروسيسوس دو نورماليزاسيون اللي قلنا في المغرب الممثل القانوني اللي كنمشي عنده باش نحصل على اي نورم هو لي مانور اللي كاين في الرباط، اللي هو لانستيتي ماروكان دو نورماليزاسيون. لانستيتي ماروكان دو نورماليزاسيون. دونك نهضروا على اربعه الانواع ديال لي نورم اللي كاينين، اربعه في العالم كامل. شتينا دوك لي نورم غنقسمهم في اربعه ديال العائلات. كاين اول حاجه لي نورم فوندامونتال. لي نورم فوندامونتال شنو فيهم هادو الاساسيين؟ بحالاش مثلا ما ينوضش عالي ويدير المتر بوحدو، كوك المتر في 1000 سنتيم فشي بلاد ما يمكنش. علاش؟ هاديك راه نورم. داكشي علاش كنا كنلقاو وحدة شي حاجة اللي كتكون الوحدة ديالها كبيرة، كنا كنكتب وحدة سي اي، لاقاتهم اس اي سيستيم انترناسيونال. علاش؟ لان هادوك تا هما راه دي نورم.
Donc, les normes fondamentales, elles donnent les règles en matière de terminologie, tarifs, sigles, les symboles, les métrologies. Sigles, je n'ai pas les sigles. Mais je n'ai pas. كاين فرق بين ان سيغل و ان ابريفياسيون. شنو هي ابريفياسيون؟ عاود نقول سالي تنكتب سلت. سيغل سي كوا سيغل؟ مثلا هو انني كنشد كلمه كبيره كندير اختصار ديالها في ثلاثه كلمات. ايزو مثلا اللي هي انترناشونال ستاندار اورغانيزيشن، يعني واحد ثلاثه الكلمات جمعتهم في ان سول، كندير فقط لي زينيسيال دو مو، الحرف الاول من كل كلمه، هذا هو السيغل. مثلا كاين الايزو 31. هاد الايزو 31 علاش كتهضر؟ كتهضر فقط على لو غوندور الوحدات. شنو نقلبوا على في الانترنت نشوفوا واش كاينه فعلا هاد الايزو 31. L'ISO 31, c'est une ancienne norme internationale qui s'adresse à les grandeurs ou les unités. Ou en 1992. Voilà, 1992. Donc, elle dit que parmi les normes fondamentales, SSIM, qui est la norme ISO 31, dit les grandeurs ou les unités. Ah, d'abord, il y a les normes de spécification. Mais c'est fondamental, de spécification spécifique, محددين par un domaine. Maintenant, ils indiquent les caractéristiques, les moyennes, les seuils de performance d'un produit ou d'un service. Par exemple, maintenant, les casques. Les casques, c'est un goulik EN397. Je n'ai pas dit, mais c'est un goulik EN397, il y a une rappelle performance d'hier. Quand il y a une carte résistée au choc, تتعني انها كتريزيستي للفي ا سي، يعني الكورون الترناتيف في حدود 440 فولت. انا اوتوماتيكمون انا غير جبت لي 1397 عرفت هذا. مثلا الاو ان 50365 ذكرت لكم شنو تقولوا لي كتريزيستي حتى 2000 فولت ياك. الاو ان 50365 حتى 2000 فولت. اذا هذو كيتسماو دي نورم دو سبيسيفيكاسيون. ولا بحال مثلا بوغ ليغون كاين الاو ان 388 بوغ لو ريسك ميكانيك. اذا دابا هضرنا على لي نورم فوندامونتال العامين، وهضرنا على لي نورم دو سبيسيفيكاسيون كيكون سبيسيفيك بوغ ان دومين. دابا كاينين لي نورم داناليز اي دي زيسي، دوك لي زيسي دو لابوراتوار سواء بالنسبه للضوء سواء بالنسبه للميكانيك سواء بالنسبه للجيني سيفيل تيكونوا دي سي سي. ولا لاحظتوا معايا دائما في دوك لي سي سي كتلقى حداهم ان نورم، ما يمكنش هاد لي سي نديرها انا بالطريقه اللي بغيت، كاينه ان نورم ديالها كيتسماو لي نورم داناليز اي دي سي سي. مثلا الى عندك لي ميثود اي لي مويان بوغ لا رياليزاسيون دان سي سور ان برودوي، كيعطوك لا ميثود الطريقه والوسائل باش دير واحد الاي سي سور ان برودوي. مثلا الايزو 6561 هادي كتعطينا اي سي ديغتي دو بغانال، هادي باش نعرفو القسوحيه ديال واحد الماتيريو ميتاليك كنستعملو هاد لا ديغتي دو بغينال. هذا اكزومبل ديال دي نورم داناليز اي دي زيس. لاحظوا معايا هضرنا على الفوندامونتال، هضرنا على سبيسيفيكاسيون، هضرنا على النورم داناليز دي سي. في نظركم فين كاين الايزو 9001؟ في الاولى الثانيه ولا الثالثه؟ ولا مازال ما هضرناش عليها كاع؟ فوندامونتال شنو قلنا؟ كدير هي لو ماناجمنت، واش هضر على ماناجمنت لورغانيزاسيون باقي ما هضرناش عليهم. لي نورم هما لي نورم دورغانيزاسيون، سيتادير سو سون دي نورم دو ماناجمنت ديال التسيير. اما سبيسيفيك
لا شنو كتعني سبيسيفيك؟ ملي تنقول لك الاين 397 فوالا ملي تنقول لك الاين 397 كنعطي البيرفورمانس سبيسيفيكاسيون كنعطي البيرفورمانس واش بالايزو 9000 كنعطي البيرفورمانس واش الشركه اللي كانت عندها الايزو 9000 كتعني انها بيرفورمون قويه Donc, ils décrivent les fonctions, les relations organisationnelles dans une entité. Par exemple, ISO 9001, c'est un système de management de la qualité. Donc, on a autre rage, on va dire les normes. Quelles sont les normes fondamentales, SSI, les normes de spécification des tahdid. Les normes d'analyse et des essais, ou les normes d'organisation. On va dire les normes. Les normes, on va dire les normes d'organisation. On a droit maintenant, on a l'ISO 9001 pour la qualité. On a l'ISO 14001 pour l'environnement. On a l'OSAS 18001 pour la santé et la sécurité au milieu de travail. On a l'ISO 45001 pour la santé et la sécurité au milieu de travail. Donc, c'est quoi la normalisation? Les normes internationales, mais c'est quand même qui te certifie. C'est la norme fondamentale. Mais je peux dire que moi, je suis cherché à un ISO 31. Mais qui est-ce? Spécification, tu es. Neuf chèques les essais. ولكن هنا هما اللي كيشدوهم الشركات اورغانيزاسيون اذا الاورغانيزاسيون كندير لهم واحد البروسيسوس واحد مجموعه ديال المراحل باش نحصل على لا نورماليزاسيون سي كوا لا نورماليزاسيون هي سي تين اكتيفيتي كي فيز ليلابوراسيون دي نور اون فين انترفينير توت لي بارتي كونسيرني يعني تجمع العلماء اللي كونسيرني باش يصوبوا لنا دي نور داكشي علاش كنسميو انستيتي ماروكان دو نورماليزاسيون انترناسيونال ستاندار اورغانيزيشن سي تادير لورغانيزاسيون انترناسيونال دو نورماليزاسيون دونك نورماليزاسيون هو واحد لاكتيفيتي ولا ان بروسيسوس يعني ملي كنقول لك اكتيفيتي شنو كتعني اكتيفيتي سي تي ميسيون والميسيون شحال فيها شحال فيها من طاش فيها بليزيور طاش دونك ملي تنقول اكتيفيتي كنعني بها ميسيون والميسيون فيها بليزيور طاش يعني فيها مجموعه من المراحل دونك لا نورماليزاسيون هي واحد لاكتيفيتي كي فيز لي لابوراسيون دي نورم اون فيزون انترفينير توت لي بارتي انتريس كي سون لي افونتاج دو لا نورماليزاسيون حنا كنا قلنا اميليوري لو ماج دو مارك باش نسهلو والكلمه فيها باش نعرفهم كاملين كاين اول حاجه اوتيل دو ديالوغ ديال تحاور الشركه خاصها تحاور مع المحيط ديالها دونك فاسيليتي شنو كاين في هاد اوتيل دو ديالوغ فاسيليتي لي رابور ملي تنقول لك رابور ماشي رابور ماشي اللي تنكتبو رابور سي نادير غولاسيون فاسيليتيك لا غولاسيون تسمع جاكو ما تلقاش مشاكل مع شركات اخرين ديمينيي لي زانكومبريونسيون يعني انت تنقص ليك شنو هي زانكومبريونسيون سوء سوء الفهم يعني الشركات تولي معروفه في لو مارشي ميتريزي لا تكنولوجي الا كانت عندك الايزو مثلا 9001 فيرسون 2015 سي تادير انت راك مساير العالم اخر نورم شديتيها دونك هنا ايضا فاسيليتي لا بينيتراسيون دي مارشي هي اللي هضرنا عليها إذا كانت عندك اي نور شنو كيوقع لك ها كتولي عندك سمعه مزيانه ها سي تادير اميليوري ليماج دو مارك تحسين صوره الشركه ولا حسنت صوره الشركه غنحسن المبيعات ديالي فافوريزي لي فونت سي بور على ريغلومونطاسيون فوالا بيان سور دابا الا احترمت انا لا نور ياك الا احترمت انا لا نور اوتوماتيكمون راني احترمت لي زيكجيجونس ريغلومونتير و لي زيكجيجونس كونتراكتيف واه دابا هنا لي زورغانيزم في العالم اللي معترف بهم انهم يعطوا يصوبوا لنا لي نورم كاين تي زورغانيزم
انترناسيونال عالميين، عندهم الحق اليوم ديالهم يديرهم بالعالم كامل. اول واحد هو ليزو انترناسيونال ستاندار اورغانيزيشن بالفرنسي لورغانيزاسيون انترناسيونال دو نورماليزاسيون، حتى شي هذو المرات غادي تلقاهم سواء في ليزو بي اي سواء في ليزو بي سي وتعرفوهم. كاينه سي او اي كوميسيون الكترو تكنيك انترناسيونال، هادشي ديال الكترو تكنيك كلفه بها هادي. كاينه سي او اي ياك كوميتي اوروبيان دو نورماليزاسيون، كوميتي اوروبيان دو نورماليزاسيون كاين دو زورغان استعملهم ثلاثه لا دابا كل من وحده من هادو كتسوق ديالهم في شكل يجي تقدر دابا مثلا ما سي او اي ما كتصاوبش الايزو ما كتصاوبش ان سيستم دو مانجمنت دو لا كاليتي ماشي من الاختصاص ديالها، كتصاوب لنا الايزو. الايزو الى عندها لا نورم ديالها مشهوره بسيستم دو مانجمنت دو كاليتي، دونك بحال مثلا سي او اي كوميسيون الكترو تكنيك انترناسيونال راه كاينين قلنا كاتر تيب دو نورم. تقدر هذه مثلا كتكون كتصاوب دي نورم فوندامونتال، ممكن تكون كتصاوب دي نورم دو سبيسيفيكاسيون بحال الاو ان ياك 397 او ان 388 لو عين شكون مصاوبها؟ كوميتي ها هي اوروبيان دو نورماليزاسيون، كوميتي اوروبيان دو نورماليزاسيون هي اللي مصاوبه لنا الاو ان اللي قلنا في كاع اي حاجه كانت كونفورم لهاد لا ريغلومونتاسيون اوروبيان كتكون مكتوبه فيها سي او كتعني الكونفورميتي اوروبيان. دابا تي زورغانيزم ناسيونال كل دوله عندها الممثل ديالها اللي تيمثلها، بحال فرنسا عندها لاسوسياسيون فرونسيز دو نورماليزاسيون ياك، المغرب كنا دابا عندها لي مانور هذا قديم شويه اللي هو السنيما سيرفيس دو نورماليزاسيون اندستريال ماروكان، دابا راه تبدل ولا في المغرب لي مانور لانستيتي ماروكان دو نورماليزاسيون. اه دونك حنا علاش كتقلب لونتربريز؟ كتقلب على لا سيرتي لا سيرتيفيكاسيون، تولي انا سيرتيفي سير مثلا كتبوك سون اونتربريز جاكوبس كتبوك انا سيرتيفي ايزو 9001 ايزو 14001 وصاص 18001 سيرتيفي، يعني انا عندي واحد الوثيقه تدل على سيرتيفي بحال ان ديبلوم. دونك شنو هي السيرتيفيكاسيون؟ سي تي بروسيدور باغ لاكيل واحد تيغس بارتي شنو كتعني؟ يعني واحد الهيئه، يعني مثلا واحد الهيئه بحال مثلا الهيئات اللي في المغرب بحال مثلا بيرو فيريتاس كتشوفوا بزاف هاد اللوغو ها هو كتشوفوا هذا فهموا البروسيس كيفاش كتجي لانا فيريتاس هذا كتشوفوا بزاف في كامي وورد بزاف اي شركه عندها واحد الايزو 9001 اتسيتيرا كتلقاو عندها معلق عند هاد اللوغو فيريتاس. ها دابا هاد فيريتاس بحال اللي خولات ليه هاد لي مانور، من بعد تفهموا البروسيسوس ليزو عطات لي مانور، لي مانور دابا شنو غيدير؟ غيديليغي المسؤولية بحال اللي غيعطي بحال الكريمة، بحال الكريمة اللي غيعطيها لدوك لي بيرو اللي عندهم الحق يقولوا هذا عالي راه عنده الايزو 9001 الشركة ديالو تتحترم ليزيكزيزونس ديال الايزو 9001 ليزيكزيزونس اللي غنشوفو دابا في لافورماسيون. دونك شنو هو؟ دونك لا بروسيدور با لاكيل واحد اون تيرس بارتي واحد المنظمة كومبيتونت يعني عندها لا كومبيتونس عندها الكريمة ديالها لاكريمون ديالها دون ان اسيغونس اكريت كون اونتيتي اي كونفورم او زيكجيجونس سبيسيفيك، يعني بحال مثلا فيريتاس كتسني تقول لك مثلا عالي الشركه ديال عالي اي كونفورم او زيكجيجونس ديال لا نورم ايزو 9001، يعني تتحمل المسؤوليه كتكون عندها سكون ابيل لاغريمون بحال الكريمون. كاين سواء كندير سواء لا سيرتيفيكاسيون ديال لي سيستيم دو مانجمنت هادو اللي هضرنا عليهم ياك بحال ايزو 9001 ايتترا، كاين سيرتيفيكاسيون دي برودوي حنا ما غاديش نهضروا على فهاد لا فورماسيون اللي كتهضر انك كتسيرتيفي برودوي كامل، انا غير سيستيم دو مانجمنت ها اللي عندها علاقه بالكاليتي. واش اللي قلت لكم انا سيستيم دو مانجمنت اللي كانت عندك 9001 ما كتعنيش بالضروره البرودوي ديالك ديال الكاليتي، ولكن الا كان سيرتيفي البرودوي ها تنقول لك هاد الفرماج اللي عندي سيرتيفي بهاد لا نورم. دونك اندستريال اي اغرو اليمونتير هنا كنهضر على الاندستري ولاغرو اليمونتير. اسكو عندك شي سؤال في هاد لابارتي؟